أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا في الظل الممدود أنه ظل دائم، فهل يعني هذا أنه لا أن هنالك شيء يستظلون منه؟ يقول: فهل يعني هذا أن هنالك شيء يستظلون منه؟ يقول أحسن الله إليكم: ذكرتم في الظل الممدود أنه ظل دائم، فهل يعني هذا أن هنالك دائم؟ يعني هو من اللي قايل هذا؟ الله اللي قال ظلها دائم. نعم.